يومك عند واحد الوقفة كان بغيو نديرو واحد الوقفة ولكن تمنعنا فيها، وهذا حق من الحقوق ديالنا. وهذه الوقفة ديال حنا كان نساهموا في تنقية مدينة الرباط من الدخلاء والنقل العشوائي والنقل السري بما فيه التطبيقات والمدن والسيارات الأجرة الكبيرة الوافدة من المدن المجاورة. احنا كسائقين سيارة الأجرة الصغيرة وتحياتي، وكنقول انا المنع ماشي هذا المنع، هذا الضرب، هذا المنع هو ضرب للظاهر الشريف للدستور. هذا الضرب هذا ديال المنع غير مسؤول. فالاحتجاجيه السلميه اللي نورمالمون اصلا هادشي اللي واقفين عليه، ديجا تحاورنا مع الاداره وعندنا محاضر اجتماع. كتلتزم الاداره ان هذا الصنف الاول خصو يخوي من مدينه الانوار، من داخل مدينه الانوار خصو يشتغل غير في مجال الاشتغال ديالو. من طبيعه الحال الخطافه لي زابليكاسيون كيشتغلوا داخل مدينه الانوار بدون حاسيب ولا رقيب، بدون تطبيق القانون. حنا كصنف ثاني من طبيعه الحال ضرينا سنين، هذه ماشي عاد دابا هذا المشكل، هذا ماشي عاد دابا وليد اللحظه، سنين هذه وحنا كناقشوه مع الاداره. للاسف ما كاينش شي حل اللي هو جذري، وداخل مدينه الانوار ديما امام الامن، امام عيون ديال الاداره، امام عيون ديال السلطات الامنيه. الناس اللي عنده شي سياره كيشتغل وكينقل بها الزبون بدون حاسيب ولا رقيب. بغينا نعرفوا علاش بعدا اصلا هاد الوقفه السلميه اللي بغينا نخوضوها امام ولايه الجهه، علاش تم القمع ديالها قبل ما توصل. الور تنوجهوا رساله للسيد الوالي اننا حنا كسكان مدينه الانوار كسائقين مهنيين الصنف الثاني كنشتغلوا داخل المجال الحضاري، خاصو هو يحمي لينا المجال الاشتغال ديالنا، خاصو يحارب الصنف الاول مدينه الانوار اللي كيشتغل داخل المجال الحضاري ديال السلاه ديال الرباط ديال تماره ديال فين ما كاين شي لوجي ولا شي سياره كتشتغل في اي مدينه كتجي تشتغل معنا. الو الرساله للسيد الوالي هذه غير بدايه، وان شاء الله كما تم القمع ديالنا في هذه الوقفه ان شاء الله باقي وقفات وباقي حوايج اخرى غادي نديروها ما بغيناهاش حنا، ولكن الوالي هو اللي بغاها.